الخير عند ناس ويلا تسليقير بيه الجود أهل الحسان وبيت كان فيه حرقت في أرض السبخة ما جبت الصيف ضاقت فلحتي وقلت الله خلافي قصير فلك ينحس خفيف هدي مدة سنين وانا معاشر ولا في قصيت ماك فلك ينحس خفيف هدي مدة سنين وانا معاشر ولا في حتى أن ولا لي اليوم عن رسمي جاء في نبدأ نضام باسم القادر نبدأ نضام باسم القادر نضام باسم القادر يا فهم اللغة لا تنسى القول صلي على الرسول الطاهر صلي على الرسول الطاهر سيد الملاح بيه يثبتوا العقول يلي غفيل شوفوا كرة يلي غفيل شوفوا كرة اللي عطاه ربي في الملك يجول ربي على المليح يدبر اللي يقول حيلي أعرفه ما بقول ربي على المليح يدبر يغفل آدم شهدوا بعياني حكموا على المرأة والراجل سبحان خالقي سلطاني الفصال كيف تتبدل ليام والليالي ثاني سلك من يكون ميسر سلك من يكون ميسر يشفي بحكمته من هو معلول ينكسر من طغى وتجبر سر من طغى وتجبر خصوص من حقر واجعل روح وغول ربي على المليح يدبر اللي يقول حيلي ومهبول ربي على المليح يدبر Thank you.
الحال من الف الحياة يفادى. واللي هداه رب المتعال شيور ماه للإيران. أخريت من فواه الرجال وعطيت للكريم زيادة على الحرب لا عدو ما نوخر، على الحرب لا عدو ما نوخر، اللي نصر الله سيفه مسلول يفرح ويلال ويبشر. يفرح ويلال ويبشر بستر الكريم وديما مغسول، ربي على المليح يدبر اللي يقول حيلي ومهبول، ربي على المليح يدبر. فهم الكلام صغالي ملك من المزاح استرجع، ما نويش الغنى بقوالي، الحق حق نور ويسطع، واللي فيه دم حلالي يتوب للحقايق يسمع، رب الكريم حاضر ناظر، رب الكريم حاضر ناظر، الكل من دعاه خايف يوم الهول بشفعة النبي يتحرر. بشفعة النبي يتحرر، العصي في الجحيم كايد حاب قبول، نحلو خايف من الجمر طلب الشفاعة أمة الرسول، أولادي أمي والحاضر بجاه الهادي أبا الباتول، ربي على المليح يدمر اللي يقول حيلي أعرفه ما بول، ربي على المليح يدمر. ربي على المليح يدبر، اللي يقول حيلي عرفوا ما بقول، ربي على المليح يدبر. امشي يا رسول لدار الحبيب، امشي يا رسول لدار الحبيب، بحاخي عهود ود المنى، قول له طال المغيب، عني قول له طال المغيب، وحل بيعاد بيننا،
ندعو إلى الله سميع المجيب، ندعو إلى الله سميع المجيب، يجمع عن قريب شملنا. ونغنم معك راحتي وننكي العدا والحسود شحال ما تطول غيبتي، شحال ما تطول غيبتي، سبت المزار يا عود شحال ما تطول غيبتي، شحال ما تطول غيبتي، سبت المزار يا عود قدوم الحبيب تمام السرور وكاس المحبة علينا يدور. فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وزين البدور. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصة على حذيرة. ونقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وصحة صيامكم، وكل عام انتم بخير. معي كالعادة زميلة أمال، على سلامتك. الله يسلمك ياسين، صحة فطورك، صحة فطور كامل المشاهدين اللي راهم يتبعوا فينا في عدد جديد من حصة على حذيرة. كما قلت موعد مع الآلة والقصيد والفن الشعبي، موعد الولعين. الولعين بزاف، القصيد والمشيخة وأكيد الحصة تاعنا ما نكونوش وحدنا، نكونوا مع الضيوف اللي شرفونا اليوم. نعم. والرفدة الأولى اللي كانت للشيخ هيدروغ فيصل هيدروغ، أسلام بك. الله يسلمك، أهلا وسهلا، نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة صيام الجميع. وأنا على كل حال راني سعيد بوجودي معكم هنا إن شاء الله، ونجوزوا وقت كما لازم الحال إن شاء الله. شكرا. معنا كذلك ضيف تاني فنان هو كذلك سيد علي سعد. على سلامتك خويا سيد علي. الله يسلمك، واش راك لاباس؟ الله يسلمك خويا ياسين، الخير عليكم. صحة فطورك صحة رمضان. الله يسلمك، كل عام انتم بخير إن شاء الله، صوموا بالصحة والهنا. الله يسلمك، وهذا شرف لي كي عرفتوني للحصة هذه. مرحبا بك. واش نقول، ان شاء الله نجوزوا وقت هايل كاع. ان شاء الله. قبل ما نوصلوا الحديث تاعنا، فيصل خدمت لنا واحد القصيد وواحد المشموم تاع الحاج محمد. الله يرحمه. ربي على المليح يدبر، ربي على المليح يدبر، اللي يقول حيلي عارفه مهبول. ايوه. هذا على كل حال يعني مقتبس من حديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحيلة في ترك الحيل. بارك الله. هكذا الانسان لازم يكون يعني تكون نيته خالصه وصافيه. وهذا سيت ميساج على كل حال وسائل الحاج محمد، ربي يعطيك الصحه، يعني بور ترونسميتر هذا الميساج للناس، يعني ربما تستوعب به. وهذا هو دور الفنان. معلوم. لازم دائما كما حنا اول الرساله تاعو تكون نبيله، وثانيا الاكسبلوات هاد لي سوجي سوسيو باش يكون يعني تكون يعني يكون هذا الميساج قدوه كما نقولوا حنا لي جون هادو اللي راهم جايين والمصاغر، باش يستوعبوا به ويعني تكون عندهم عقلية خالصة، ونروحوا نعاودوا نوليوا للنية الخالصة. هذا معروف في الشعب، انه الشعب يرزن ويمد رسالة هادفة للمجتمع. نعم، معروف. ولابد هو من ذاك الزمان، من وقتهم هما كانت يعني كانوا هما يواسيوا هذا الشيء، هذا باش سي بور ترونسميت هذا الميساج، وتدخل فيه التربيه تاع العشره، تدخل فيها تاع المحبه، تدخل فيها الامور الدينيه وبزاف. يعني صح، ما من الوازع الديني كانوا يعني في المدح تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كانوا يعني يجذبوا كثير الناس. لابد خاطر دوك نقول لك حاجه، يعني هذا الشعر المنحون بحد ذاته هو مقتبس من الدين، والمشايخ اللي كتبوا هذه الامور هذوما
كامل عندهم يعني الوازع الديني، عندهم درجة عالية في باب الدين، يعني يكون إمام، يكون ولي صالح، يكون معلوم، ما يقدروش يقولوا يعني كلام اللي يكون خارج عن النطاق الديني ولا النطاق يعني تاع التربية ولا بهذا. ألور احنا ان شاء الله ربي يقدرنا باش نكونوا في هذا المنوال. يعطيك الصحة. ايه وباش نتفكروا ياسين، كاين واحد البيت قالوا سيدي الخضر بن خلوف الله يرحمه، الله يرحمه كذلك، في الخزنة الكبيرة، شهدوا لي شهادة الخير نافعة. تسمى المقصود تاع الانسان في حياته كامل هي شهاده الخير تاع الناس. يعطيك صح، وهذه يعطيك صح، يعني بعد الوفاه نتاعو الى يومنا هذه الناس مازال ترحم عليه. لان الشيء اللي قالوا دائما في يعني ما يموتش الشيء اللي يكون عنده كما يعني الديوان تاعو مع مرور السنين قاعد الكلام هذا في القرن السادس عشر مازال نحكيو عليه، بيقول بلي يعني كلام صحيح ومتين ومتين ما كاش يعني. يعطيك صح. فيصل الهيدروغ على كل حال احنا حبيبنا ونعرفوه وكذا، ولكن الجمهور ما اكتشفوش كيما احنا نقولوا، ما جاش كيما لازم الحال، كيما لازم حقيقة لاني نعرفك نعرف قيمتك الفنية، وكانت عندي هذه الفرصة باش نجيبك، وهذا الشيء يسرني كثير. فيصل علاش اسكو هذا انت اللي تعزل روحك ولا يعني شوا ولا لا شوف هي شوف مدى وجودي يعني راني بوجودي معكم هنا صح، يعني هذه سيتون بروف بلي ما كان حتى اشكال. يعطيك الصحه. وشنو هو دوك سان ديبون دوك لا ميدياتيزاسيون هذه كيفاش الانسان يشوفها. حنا دوك عباك الميدان كاين امور واحده اخرى اللي راهي دركا في كيما نقولوا الساحه الفنيه، بارك الله فيك، توالم ما يخليكش يعني تكون موجود بقوه بارابور على لا كوميرسياليزاسيون تاع لي برودوي وما يشبه ذلك. وشنو ما يمنعش يعني راني موجود انا طرافر الحفلات والاعراس، ويعني في الميدان الفني راني موجود. كيف تقدر على الالم سمح لي في سلك اني شفنا في الوسط الشعبي ولا في الفنانين تاع الشعبي كاين هما اللي ما يحبوش يظهروا للاعلام، وهنا يعني il prive le téléspectateur من المحب نتاعو، من المحب ديالو. فوالا كاين واحد الاشكال هنايا، دوك الفنان مادام يحب هذا الشيء هذا ايلي برياتو، ما كان حتى اشكال. لولا الحب وياسين ادرى مني يعرف هذا الشيء هذا، لولا الحب تاع هذا الشيء انه كان كل واحد يحكم شوكته ويقعد في داره ما يكسرش. وشنو كان واحد العراقيل، كان واحد الامور اللي توانم تقيس كيما نقولوا احنا العزه ولا الكرامه تاع الانسان ولا كل واحد وكيفاش عارف الظروف، وهادو ما خواطر وهادو ما عقليات وهادو ما كذا، وكل واحد وظروف. مي بصح كاينه حاجه يعني كما نقولوا احنا مهمه، احنا موجودين للناس كي تسحقنا وتحوس علينا، رانا موجودين بفرح وسرور وباخلاص، وما كان حتى يعني هي فرصه باش تلاقي الجمهور ديالك، باش تلاقي المحبين ديالك، وبالك باش يكتشفوك الناس اللي ما يعرفوكش. نعم هي بس سيسير على كل حال احنا ماذا بينا، هاي فرصه، هاي جات فرصه ما نعرفوش، وانتم مشكورين على هذا الشيء على كل حال، خاطر وشرف لينا كانت. كيما نقولوا حنا هاي لابروف بلي رانا موجودين معاكم. الله يعطيك الصحه. وهذه هي نقول واحد النقطه اللي تخص الطبع نتاعك، يعني الطبع العنقاوي. نعم. والطريقه العنقاويه معروفه كثير، الحاج محمد فضل روحه في الساحه يعني سين ريفيرونس، هو المرجع تاع الشعبي. وعلاش كيفاش، واش هو السبب؟ دوك انت هضرت على الحاج محمد الله يرحمه، الله يرحمه سالي، هذا كيما نقولوا حنا سي نوت بار سبيريتوال. ايوا هذه مالغري يعني ما احنا صغار ما وصلناش يعني نجي مالير ديريكت وانديريكت انديريكت، هو وقالها لا فراز هذيك يعني راهي مشهوره. وشنو انا كبرت في هذا انا عندي الشيخ بابا دابور سي تي نامي انتيم تاع عمر مكرازه الله يرحمه، كان يجينا للدار والفايده. تولعت بالعنقه، نوت كبرت على هذيك النغمه، ولو يعني في الوقت الحالي انا الخدمه اللي نخدمها يعني سي با ديميتاسيون يعني ديريكت. وشنو هذيك النغمه العنقاويه اثرت فيا صح وراني نسي يعني نمد الشيء اللي قدرته صح في هذا الباب هذه وهذه. يعني انت تاثرت بالحاج محمد ولا ربما شيخ واحد اخر اللي عنده طريقه ثانيه تاع الحاج محمد؟ لا شوف انا اول الحاج محمد، ومن بعد مكرازه. قلت لك ديجا شوف مكرازه الله يرحمه تاثرت به يعني باسكو كان قريب لينا صح لا صح لا لا ف يعني كان صديق العائله، كان صديق العائله ويعني قربته، هو كان صاحب الشيخ بابا. ومن بعد جا موراه
جا موراه الشيخ كمال مرديب كمال نسلموا عليه شيخنا عليه شيخنا وهادو كاع شيخنا نقولها شوف اللي فاتني بليله هذاك هو شيخي صح قال لك فاز 18 شيخ وصار في فضلهم يفخر بارك الله هذه هي هذوك المشايخ هذو ما كان كما نقولوا احنا تاع ليكول عنقاوي سمعت لهم وخديت عليهم وشنو انا يعني نسي ندور درك نادي بالطريقه اللي يعني يعني شفنا كامل الشيوخ اللي في شعبي بداوا بليميتاسيون من بعد كيبقاو لو ستيل تاعهم يقول لك هذيك هي الركيزه اللي تتكى عليهم من بعد تاخذ هذه بصح خويا فيصل لو كان يعني انت على كل حركه تخدم في القصيد وتخدم ربما لو ريبرتوار تاع الحاج محمد لو مكرزه ولا الطبع العنقاوي بصح علاش ما تسيش انت راك شاب تاع اليوم راك تنشط والجمهور يحب يعرف فيصل سي لو مومون يعني بنادم يدير ريبرتوار تاعو بالطريقه اللي تاديها ولكن حاجه جديده يعني نسمع الطبع العنقاوي بوتيتر يعني كتابه جديده ويقدر ويقدر يخرج نوفو ستيل هذا هو اللي نعيبوه على الفن الشعبي انه ما كانش في الريبرتوار عندي بزاف امور جدد يعني وشنو هي نتفاهموا من التراث صح انا هاوش راني نخدم يعني مانيش دوك زورا عاشقين زورا واش خدمنا وقع الله يرحمه هذوك انا لا درك راني نخدم امور واحد اخرين وشنو هي كيما نقولوا احنا شغالات تاع التراث ما دخلتش برك في الميدان تاع كيما نقولوا احنا التقطوقات وهذوك الامور هذوك والله راني في القصيد كيما نقولوا احنا في الجارغون تاع الشعبي المشامم في هذه الامور بصح دومون ستيل كيما نقولوا احنا في الطبع ديالي مانيش قاعد نخدم واش خدم العنقاء الله يرحمه هذوك خلينا صح والناس اللي يعني عندي امتي جمهور صغير على كل انا كيما نقولوا شي متواضع راني نخدم في هذا في هذا يعطيك الصحه على اثراء كذلك النقاش سيد علي يسعد يا خويا سيد علي على كل حال ما جبناكمش بارازار جبنا لانه سيد علي يسعد شويه بوجمع العنقيس ومتاثر بزاف ويعرفه ويحبه جاره ومتاثر بزاف بشيخ العنقيس العنقيس العنقاء دونك على بها هاي سنسله يعطيك صحه خويا سيد علي وانت كيفاش يعني الميدان كيفاش جلبك والله شوف يا خويا ياسين انا الفن هذا نحبه من بكري بكري نحبه من صغري ويعني كيفاش نقولوا يعني كيفاش بديت كيفاش يعني كيفاش يعني تطرحك في الفن الشعبي الفن الشعبي شوف كيفاش كنت صغير جافي وقيلت 6 ولا 7 بابا دار لي كادو كيتار ساشويت بديت بشويه بون ما خيرتش يعني شعبي ولا بديت نتعلم هكذا ومن بعد طاحت اوكازيون دخلت المدرسه درت الاندلس ودرت كذا قريت شويه الاندلس قريت سولفاج سي نورمال مع الوقت تسمى درت الاوركست تاعي درت كذا رحت كنت نحب بزاف من بكري نهواها بوجمال عنقيس أيوة. ما كنتش نعرفو كاع كنت كاع نعرف بوجمال عنقيس كنت صغير جافي واقيلا 12 ولا 13 لاج دو 14 كان واحد لانيفيرسير كنت معروض يبا كنت معروض عند واحد حبيبنا كنت صغير شويه يعني نقول لك واحد 14 15 هكذاك قاعد نخدم حتى نشوف الشيخ بوجمع ناقص الله يرحمه وين رونكونتر تما تما وين خلاص تفاجأت الحق عباك تشوف بوجمع ناقص قدامه تما شغل خلاص جبدني بوجمع وليت نسمع سلبك بوجمع ناقص وليت نسمع وبعد مع الوقت وليت ولا جاري تسمع ولا جاري ولا يعطيني ولا فهمت كيفاش وليت تقصدو في الموضوع تقصدو ما جامي يعني يردني ولا شوف سبحان الله سيدي علي شوف يعني مكتوب ومكتوب والتواضع ثاني تاع شيخنا كيفاش جامي رحت ليه للدار ولا ويقول لي يعني سيدي علي انا شفت اللي يعاونوا لي جون شفت كيما بوجمع العنقيس الله يرحمه انكروايه كيفاش يهضر مع هذاك الشاب كيفاش بزاف عاوني بزاف وانا بوجمع العنقيس الله يرحمه دايرني كي وليدو الحق يعني ندخل دارو ماشي كاع مشكل دايرني كي ولادو وعطاني ومن بعد بديت ندخل وانا انسان سونتيمونطال بزاف وتيرمو سونتيمونطال عنقيس عبك في الخلوي واعر بزاف نروح شنو هو القصد اللي كان يعجب لا شونسونات بيتيتر اللي كنت تغنيها بزاف الشيخ واش نقول لك انا لي شونسونات متاثر بلي شونسونات بزاف وحده اللي بزاف تاثرني تاع امانه من على الزمان
راح تغنيها كنت نحبها اللي راح نغنيها ان شاء الله انا حاجه واحده اخرى بون كاين 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 بزاف كاين عشينتي كاين هادو اللي شاوروا عليا يعني شاوروا عليا جيب لنا شي حاجه اه بيان سور ماشي مشكل ايوا ها المنظر واش حبيتي شونسونات شونسونات خفيف تشاور عليا وحده اللي نحبها بزاف ايوا انتي لعبتي انتي ربحتي انتي لعبتي انتي ربحتي وانتي سعدتي منك راني اليوم غاير راني اليوم غاير انتي لعبتي وانتي ربحتي انتي لعبتي انتي ربحتي وانتي سعدتي منك راني اليوم غاير راني اليوم غاير واللي تديري فيا واللي تديري فيا اللي 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 تديري فيا نكتبو فوق الجبين ظهر نكتبو فوق الجبين ظهر يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة شوف يعني شحال ديك الحنانة الحنانة وديك الرويحة هاو فاش نحبنا وقيت أيوة. اللي في الشغل كيكون يغني في الجد سي اوت شوز ثاني حاجة أخرى حاجة أخرى حاجة خاصة في أواخر العمر تاعو يعني نهار بيان سور مع الكبر خاطر من نهار سجل وفاته نعم لو كان نقول لك واحد السنة قول لي ريبريزونت كوا بور توا هذيك 1995 جو كوا واش واش تمثل ما تضحكش ما تضحكش هذاك وقت هاك شفت الله لا كاش الله يبارك كاش على كل على هذاك ليبوك واش نقول لك درت بريمي البوم تاعي ماشي 95 ماشي 95 91 91 نعم قبل ما نزيد البريمي البوم تاعي قبل ما نزيد انا البومي البوم تاع انا عام 91 اللي خدمته مع شرفون على كل حال تعاملت مع نصر فرطاس نصر فرطاس كلمه نصر فرطاس حيوه نصر عايش في باريس في باريس نحيوه لا ويسمع فينا واش نقول لك خدمت شنو هو التيتر تاع قومي عولي يا ساره ايوا بعد تعاود ترفض علاش شي مشكل هاد الاغنيه اللي كتبها ولحنها نصر فرطاس نو كلمه نصر فرطاس تلحين تاعي تلحين تاعك اسمح لي اسمح لي دونك كانت نالت واحد الشهره وعلاش فو دير بوكو باسكو سي دالي سعد كان صغير وش بي بدا بلون بدا ليك وسا سا كولي وجات واحد الحصه كانت مشهوره هذاك الوقت ابتسامه ابتسامه ما نعرفش انا كيف كيف ولا لا لا مع بسام مع بسام ايوا يعطيك الصحه نور الدين تيفورا ايوه ذكر ايوه اذن كانت نالت اعجاب كبير هذه الاغنيه هذه فريمون مش حك زلقت دارت حالها انا ما فهمتش كانت من بونيت وال تاعك جايز ايوه سيبري سيبري معليش دوك قومي وعولي يا سارة سالي وسلمي على الجارة قتلت قلبي بشفارة بغا تزيد تحرق جسدي بالنار ساليها المسالة خلت قلبي في حالة شحال جرت رجالة وبغا تزيد جري ولد السلطان وبغا تزيد جري ولد السلطان بزين فاقت في الحارة وعلاش هكذا غدارة ربي يحرق بجمارة قلبك حين سبقتينا بالعار كنتي صغيرة زبالة سودة شعورك خبالة زدتي العقل الهبالة مازال في غرامك هامل تهان مازال في غرامك هامل تهان وهدرت مع نصر في الطاس هذاك الوقت قال لي هذه ساره على اكزيستي سيتي اون بتيت في يبعثوها 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 تشري لهم تشري لهم كذا كان يحبها نصر قال عليها اغنيه صحيح فريمون يعطيك الصحه الله يسلمك رجعت لها شحال 20 طون 20 20
الله يبارك الله يبارك. هذه هي صافي فريمون بليزير. الله يعطيك الصحة. وانت رجعتني للور ثاني. حبيت نولي صغير انا. يعطيك الصحة بارك الله فيك. تفكرت ويا مرتي. معليش. عايش حنا نتفكروا المشايخ تاعنا. وي. في الركن الأول ديالنا الشيوخ في الملحون اللي راح نكتشفوا اليوم القبطان. 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 حاج محمد العنقالي هو لا ريفيرونس تاع الفن الشعبي، لكن هذا بعد الفيديو اللي راح نشوفه. القبطان مؤسس الفن الشعبي في الجزائر، صاحب رائعة الحمام وسبحان الله يا لطيف، اللي صمد أمام ويلات الاستعمار وفرض الهوية الجزائرية من خلال نضاله بالفن، هو الحاج محمد العنقا، اسمه الحقيقي أي تعراب محمد إيدير، من مواليد 20 ماي 1907 بالقصبة، من عائلة متواضعة من حذرة من قرية أي جناد بتيزي وزو. غادر مقاعد الدراسة وعمره ما يتجاوزش 11 سنة بغرض العمل لكسب القوت، بالمرافقة ديالو للسي سعيد العربي اللي كان موسيقي في جوق الشيخ مصطفى الناظور. هنا كانت البداية ديالو الحقيقية اللي جذب فيها أنظار الشيخ الناظور، للمس فيه موهبة العزف والأداء. نحمد ربي ونشكر. 1928 هي السنة اللي شهدت ميلاد المسيرة الذهبية للكاردينال، وين تلاقى بالجمهور ديالو لأول مرة في الإذاعة. سنة 1946 يقرر يفتح أول مدرسة لتلقين فنون الشعبي، وين كانت الدفعة الأولى من الطلبة من خيرة ما أنجب الفن الشعبي الجزائري. نذكروا حسن السعيد، عمر العشاب، رشيد السوكي وغيرهم. تجديد اللي جابوا الحاج محمد العنقا على الفن الشعبي يظل راسخ إلى يومنا هذا، إذ يعد مرجع الأغنية الشعبية بدون منازع. 23 نوفمبر 1973 هو تاريخ اللي غادرنا فيه الحاج محمد العنقا، ومهما فات الزمان يبقى هو عملاق الأغنية الشعبية، ليحكي للأجيال القادمة ليالي وليالي بالتواشي والكلام والمعاني. فالله يرحمك يا الحاج محمد العنقا. كما شفتوا مشاهدينا، كان هذا التقرير اللي حضرناه على الحاج محمد العنقا. سي فيصل، يعني انت من محبي هذا الشيخ، يعني واش رفدت من الحاج محمد العنقا؟ واش ما رفدت من الحاج محمد العنقا؟ شوفي ديجا لو باركور ديالو هو فدير ساكريفيس، باسكو هو يعني الفن الشعبي هذا كيما راه انا نخدموه درك في الوقت الحالي، هو جابه لنا سي اون فو سور ان بلاطو سيرفي سينياك. صح طوروا بزاف، الى في دي موديفيكاسيون، دخل فيه الات ومنا. يعني قلت لك الحاج محمد العنقا بالنسبه ليا نريزوميه في كلمه واحده اللي هي ساكريفيس، والحب. الحب تاع هذا الشيء هذا هو اللي خلاه يقدر توالم الانسان حتى يسمح في داره ويسمح في عائلته وكذا وما يشبه، ولازم كان يكونوا معه الناس اللي ساكريفيو من اجله هذوك السنين. يعني شيء وديجا لا فامي هي الاستعماريه اللي كانت الور هذيك، ما تحكي ديجا في وقت الاستعمار ساكريفيس تاع الاستعمار، وسيدي كان تاع الحب تاع الفن هذا اللي خلاه يعني باش يكون، وربي سبحانه أعطاله موهبة يعني مع ياسين ما كاش مثل هذه الصوت والأداء والدنيا. ديجا الإنسان كي يشوف لا بريزونس تاعو سير سان ديجا راسي كيما نقولوا احنا عنده الهيبة. هو يعني الفن الشعبي هنا في الجزائر نقدر نقول لك هو هذا هو ولاس كي ريبريزونت. القصيد اللي يخدمه هو يعجبك بزاف بالك؟ شوفي هو خدم بزاف شغالات، مي بصح كي نقولوا احنا براتيكمون الحمام اللي ربيته مشى عليا مثلا، وكاين شغالات كان تاع المشايخ مثل زورا عاشقين زورا، كان هذيك لاسيري تاع يوم الجمعه وميشالي والساقي، وكان بعض القصائد المكناسيه كان فكرتيني الله يفكر في الشهر الثاني هذيك واخدها هذيك وحدها وي حاجه واحده اخرى. وشوف داك الاستخبار اللي دار، يعطى كيما نقولوا حنا انتي ورم في المات، صح
اللي يقول الاستخبار هذاك ياسين عز الصحبه حقايق. شوف ذاك عز الصحبه حقايق جابوا هذا المكتوب، وين هما حقايق الصحبه؟ غابوا. الصحب كيكون الصحب مكتوب ولا مكتوب؟ يجزيه يجازيه، وفي غيبته شوف يرفع مرتبه كما يكونش النفاق. شوف ذاك اللي لاقيس لي وانا نعيشهم حنا دوكا، ما يرضاش عليه بالناس عيوب، يحبوا على محبه جميع احبابه. يعطيك الصحه. ويعادي عن عداوته من يختابه. شوف يعني شوف ذاك لو ليان غير في هذا الاستخبار ما كيكون الصحبه وتكون على يعني ما كاش ما سي 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 فور كوم كوم تير شيك مقوله يقول لك لامي دو مونامي ايتانامي. هو شرحها شو الفلسفه يعني صراحه شفت كيفاش. يعطيك الصحه تبارك الله فيك. اذا نعاودوا نقولوا شويه للاله. احنا ما دابيني سمعنا حاجه تاع الحاج محمد. ايه ولا ما دابيه فيصل كنت وين بالك؟ ايوا هاو الموندول هاي اللي كريشه خويا فيصل. احنا باك تقطوا الكوبلي من المكناسيه ما تقدرش. مكناسيه اه مثلا على الصحبه حقايق جابوها الكتب، وين هما حقايق صحبه غابوا؟ الصاحب كيكون للصاحب مكسوب، يدفيه وفي غيبته يرفع مرتبه، ما يرضاش عليه بين الناس عيوبه، ما يرضاش عليه بين الناس عيوبه، ويحبوا على محبة جميع أحبابه، ويعادي عن عداوته، ويعادي عن عداوته، ويعادي عن عداوته، ومن غيرتابه كيف ما ينكد قلبي من شفاية الناس، كيف ما نحزن يا وخيي على المراسم. كيف بعد خروجه طاني نروم الجناس، حوز بوطيبة فيه دركة الغناية، من عار عليكم يا رجال المكناس، مشات داري في حماكم يا اهل الكرايم، اش العار عليكم يا رجال المكناس، مشات داري في حماكم يا اهل الكرايم، سبتي وهلاكي سبتي وهلاكي سبتي وهلاكي، لا من في بنادم. ولا طعم عكاس هذه قوم الغربه ولا صحب الشاتم. كان قصايد يعني ما يموتوش، نصبوا ما يموتوش، العنقه طبعهم غناوهم منهم. يعني كي نعاودوا نسمعوا تاع العنقه عندنا المكنسيه خويا فيصل. المكنسيه قوي الباس غاب لي في صياده ماريتي بحالو يا ضيف الله ولفي مريم. الله يعني كاين بعض غنى بزاف، غنى 360 بين قصيد واغنيه، ولكن كاين بعض القصائد اللي طبعهم طبعهم. نروحوا للتلميذ بالك للشيخ بجمع العنقيس ونسمعوا اون شونسونيت كانت اشتهر بها هو ايضا بصوت سيد علي سعد. امان امان على الزمان. امان امان على الزمان. نخلوكم مع سيد علي يسعد مشاهدينا الكرام. لهفي لهفي على من ضاق،
مع الحباب وفات، مع الحباب وفات، لهفي على ما مضى مع الحباب وفات، وليامات السرور غابوا ولا بانوا، ليام اللي مضات لا ترجع هيات، ليام اللي مضات لا ترجع هيات، والقلب اللي عشيق ودع سلوانو، جسمي مثل الهوى معدوم والروح فنات، جسمي مثل الهوى معدوم والروح فنات، وعقبني هاد الزمان بهمو محالو، ريت بدور تمام، ريت بدور تمام، في سماهم في سماهم بانو، مدى يوعد ويدور، مدى يوعد ويدور، لاش علاش اللي بلاش ديما باقي محقور، لاش علاش اللي بلاش ديما باقي محقور، مانا مانا للزمان، مدى يوعد ويدور، مدى يوعد ويدور، لاش علاش اللي بلاش ديما باقي محقور، لاش علاش اللي بلاش مسكين ديما محقور. داك الحبيب انقرع له فراح، كيجيني داك الحبيب انقرع له فراح، سعدي سعدي مع الطلوع ديك الشمس اللاقي، سعدي سعدي مع الطلوع ديك الشمس اللاقي، سعدي سعدي مع الشوق زها ونباشر بيك، سعدي سعدي مع الشوق هاون باشر بي، أنا مار على الزمان، مدى يوعد ويدور، لاش علاش اللي بلاش ديما باقي محقور، لاش علاش اللي بلاش ديما باقي محقور. حتى الخصيم ما نقدر له بدراع، وعدي وعدي حتى الخصيم ما نقدر له بدراع، سعدي سعدي مع الطلوع ديك الشمس اللاقي، سعدي سعدي مع الطلوع ديك الشمس اللاقي، سعدي سعدي مع الشوق زها ونباشر بي، سعدي سعدي مع الشوق هاون باشر بي، مدى يوعد ويدور، لاش علاش اللي بلاش ديما باقي محقور، لاش علاش اللي بلاش مسكين ديما
ويداوي يا طبيب عالج لي الجراح عالج لي الجراح كي جيني داك الحبيب انقرع له فراح كي جيني داك الحبيب انقرع له فراح يا خياني عند باب ربي ندعي ونقول ندعي ونقول لي إنساني ما يروم ما يجبرني بالطول لي إنساني ما يروم ما يجبرني بالطول سعدي سعدي مع الطلوع ديك الشمس اللقي سعدي سعدي مع الطلوع ديك الشمس اللقي سعدي سعدي مع الشوق زهون باشر بي سعدي سعدي مع الشوق زهون باشر بي علاش اللي بلاش لي ما باقي مهجور علاش علاش مانا مانا للزمان مدى يوعد وينور مدى يوعد وينور علاش علاش اللي بلاش لي ما باقي مهجور علاش علاش اللي بلاش لي ما باقي مهجور تمني ليلة سهرة شط البحر تمني ليلة سهرة على الرمل شط البحر زاوي النجوم ضي القمرة زاوي النجوم ضي القمرة يدي شايدة في يدك تمني ليلة سهرة ليلة معاك 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 تمني ليلة سهرة أنا وياك تمني ليلة سهرة أنا وياك طويلة قلب البيض ما في حيلة قلب البيض ما في حيلة تمتحكي لي ونحكي لي تمني ليلة سهرة ليلة معاك تمني ليلة سهرة ليلة معاك تمني ليلة سهرة تمني ليلة سهرة ليلة معاك تمني ليلة سهرة أنا وياك تمني ليلة سهرة أنا وياك نتمنى شحال وانا نستنى زمان وانا نتمنى باش نبرى من هاد المحنة باش نبرى من هاد المحنة كي تعودي لي ونعود لك تمني ليلة سهرة لا معاك 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 أنا وياك تمني ليلة سهرة أنا وياك تمني ليلة يا ليلة وليلة تكون طويلة تمني ليلة يا ليلة تكون طويلة قلب البيض ما في حيلة قلب البيض ما في حيلة تم تحكي لي ونحكي لي
مني ليلة سهرة ليلة معاك، 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 مني ليلة سهرة أنا وياك. يعطيك الصحة سيدي علي سعد، بارك الله فيك. الله يسلمك، الله يسلمك. أمان أمان على الزمان، ماذا يفعل ويدور. أغنية اللي كتبها الشيخ محبوباتي، كلمات وتلحين وأداء للحاج بوزمع العنقيس. أنا عجبني كي ينشيني بتشاور عليا. هي جاي يجيبها سلسلة، كي يكون في الزيدان عنده سلسلة، كي يكون في السيحة يروح كاع. والأغنية الثانية عبك تعمل اللي ختمت بها الرفدة، أنا عمي هذيك تاع عمي محمد الباجي، الله يرحمه. الباجي يعطيك الصحة، تمني الليلة ليلة سهرة، ليلة سهرة. أيوة كذلك أغنية جميلة، يعطيك الصحة يا خويا. الله يسلمك استاذي سعد، جبت أن بو دو فريشور أنت يا فورمال، لازم لازم شوية منا شوية منا ونلقموا حاجة. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. بصح دوك حنضر عليك يا خويا، حنضر عليك. ها غير لي فلور، غير لي فلور. نسيت علي سعد، علاش حبس؟ علاش ماهوش ينتج؟ علاش كما حنا نقولوا؟ لأنه واحد كاين الشهرة، كاين الشهرة، وكي زعما عنده ان برودوي ان البوم تمشالو دائما يعمل مجهود باش يحاول. نقول لك ساهل تلحق القمة بصح صعيب تقعد فيها. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. مسيك لو بروبليم سيك السيدي علي ما حاولش بزاف، ما حاولش بزاف. صح ولا لا؟ مش راك تقول صح؟ يا بتحوش تهرب، انا عارف عرفش اخويا، جيت على جالي اليوم، جيت على جالي. ايوا لا لا صح، واش راك تقول؟ على كل حال انا ماشي اعتزلت من الفن ولا ماشي اعتزلت. يعطيك الصحة، يعني ما جبت صح. انا من بكري خويا ياسين ما قلت لك، هذه تاع الالبوم بريمير البوم جات صدفه، مانيش عارف كيفاش. زهر زهر وبون، ماشي ما عنديش. خرج دوزيام البوم تاعي بنات زاير تاعي. أيوة. دارت سوكسي مليح تاعي بنات زاير. كلمات نصر فرطستاني والتلحين تاع اسمه اكلي حياتن تاني. اكلي حياتن صح. واش نقول لك، انا راني توجو في الميدان، راني نخدم الحفالي، نخدم العراس وكذا. مي كيما قال الشيخ من قبل، كوميرسيال هذا تقول جبت شويه الحق، جبت شويه باسكو الظروف ما ساعدتنيش. صعبت الظروف ما ساعدتنيش، وثانيا انا على بالك كيفاش حاولت تكتب دوك غير اللي يعرفك لي عرضك ولا هبط. قالوا كما عرفتنيش انت بالك منسوني، خلاص نموت ويدفنوني وكذا. جبت صاحبي بيان سور، حبيبي بيان سور، نعرف راه يلعب شال بنينه، نعرف راه يروح نجيب صافي بليزير. وشرف ليا، الله يسلمك ويعطيكم الصحه. وعلاش ما هذا هو ما حاولت في الكتابه؟ بس كان نشوف بلي عندك تلحين وعندك الاداء من الكتابه. تلحين تلحين لحن، ولكن الكتابه جامي تما، يعني سييت ولا ما واش قلت لك، يعني عندي ظروف شغل شويه ما تسمحليش باش عبك الكتابه. لازم تريحي، لازم وموهبه شويه، ماشي انا نقول، ولكن بصح لازم لها القعده، لازم لها. سي فيصل حاولت في التجديد، الشيء الكلمه اللي قالها دروك، الموهبه. موهبه ماشي عبك شي 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 رباني، هذا الشيء هذا يمدو ربي سبحانه. كاين شوف لي يعرف يأدي وما يعرفش يكتب، كاين اللي يعرف يكتب وما يعرفش يأدي، كل واحد كيفاش. وشنو هذا الشيء؟ يعني قلت لك ربي 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 سبحانه هو اللي مد هذا الموهبه. واش قال اهل الموهب الفايزين لهم سلام الله. يعطيك الصحه. شوف كاين واحد الفنان كبير يعني في شونتور اوكسيدونتال، كان في الديبي الكاريير تاعو يكتب لي شونسون تاعو ويأديهم. وحده نجحت له شويه هكذا، يعني دار اسم، ومع بعد ولا يدير دوزيام البوم تروزيام ما تتمشاش. ما ايبا نهار حبس الكتابه والتلحين، ولا يتعامل مع ملحنين ملحنين دي سبيسيال، عاود ولا اون فورس ولا في القمه. سي تون بروف هادي بلي يعني كيما حنا نقولوا، الشيء اللي عطاه ربي سامحني قطعك ياسين خويا، الشيء اللي مدو ربي الانسان يقدر ما يمدوش الوحده. يعطيك وهذه هو علاش وهذا بهذا ربي بارك الله فيك، علاش ربي جعلنا هذا بهذا. وهذه هذه يعطيك الصحه تبارك الله فيك. سيدي علي، اسكو لا فورماسيون اللي درتها كلاسيك شعبي حوزي شويه سولفاج كذا، اسكو صبتها في المشوار الفني تاعك؟ لقيتها بيان سور، بيان سور حاجه باينه هذه. واحد فنان اللي ما يدخلش للمدرسه وما يقراش وما يتعلمش، صح تلقاه بالك عنده الموهبه هذيك الربانيه، صح لونكادرومون، كيش يقول لونكادرومون صح،
الصحراء وفي المدرسه وراو في الاندلس لي باز عطيك صح لي باز هذاك هما الصح. انا هذوك اللي عطوني هاد العفايس هادو واللي تنعرف حفايس قراص الاندلس ولا ميوزيك كلاسيك سينو ما عطيك صح عطيك صح هذيك هي الصح. يا خويا شوف انا ليكول با ما درتش حاجه اوتوديداكت يعني وحدك. انا 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 كيما نقول حنا وسيتها اوتر مون سونس انفيرس تعلمت الاله ومن بعد كي وصلت لواحد الدرجه وين كيما ولينا نفهموا شويه الموسيقى وليت ندنا الامور تاع شغالة تاع الاندلس منهم انقلابات وخلاصات وهذوك الانصرافات ومنا وهذه هي هذه هي وشنو انا بالنسبه لي يعني البلوز امبورطون هو الانسان كي يحب الشيء يحب الشيء واش كنا نهضروا من قبيل على الساكريفيس الانسان كي يحب حاجه يوصلها يوصل يكذب عليه لا فورماسيون سا كومبليت بالك يعني وي بيان سور نو مي بصح انا تما جي في سا دون اوتر مانيير يعني الانسان كي يوصل لواحد الدرجه يولي يقدر يفهم ماشي توالم الى راطي يعني ليكول في الصور بصح كي توصل لواحد الدرجه تاع كيما نقولوا حنا التمكن يقدر يخذ الانسان يروح للشغالات تاع الاندلس ويعاود ما يمنعش باش يعاود يقرا من دار وجديد باش يعني يتم كيما نقولوا حنا يكتمل في هذا الشيء هذا وتكوين الاكاديمي مهم معلوم 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 هذا يعني ماشي مفروغ منه يعني يعني باش الانسان ينصح ما كاش كيما المدرسه. اذا خويا فيصل المتعه متعه الحديث معاك احنا حبينا نسمعوا ايه ماذا بينا جيبونا حاجه اونصوم يعني اسكو المدرسه تاع بوجمع العنقيس ومدرسه العنقاويه يعني مدرسه وحده اسكو يعني تقدروا تخدموا حويجه هذا حويجه باش نشوف شي ما نصرف لا لا نخدم انت ماكش نصرف ولا معاك بالسلطان راني معاك بالسلطان واش حبيت واش حبيت تخدم نصرف فاش خلاص تم الصراف في طبع الرصد الرصد طبع الرصد وخونا سدعلي جابنا
جابنا كريسير من مايا. ايوا قلت لك جيت مورايا اليوم. احنا بعدا نروحوا للركن الثاني اللي هو بيت القصيد. بيت القصيد بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام نعود نقول لكم في ركن بيت القصيد، واليوم راح نكتشف مع بعض قصيدة في الجد نعم للشيخ عبد الهادي المغربي. وقصيد هائل والولعين كاع براتيكمون كاع يغنوه، اللي يقولوا له زودنا في حماك ولا زوقنا في حماك كما يقولوا هي نورمال. زوقنا في حماك في الاصالي برك، حنا كيما عندناش لقى حذفوا له هذيك النقطه. ماشي ما عندناش لقى، كاين بزاف يعني على حسب المعرفه صح الجزائري على حسب الفهم الجزائري. كاين بزاف قصايد اللي الحاج محمد بيضهم يعني باش الجمهور الجزائري يفهمهم. كاين بزاف وين بدل الكلمات وين بدل الحروف. ارجحهم جوستومون يعني هذه 87-88 يعني شفيت لها قعدت لي في راسي. جيت كونكور شعبي في 87 هكذا، كنت صغير في لوراسي تياتر دو فيرتور. جا الحاج الهاشمي قروابي الله يرحمه، هو اللي كان جوري مع اسكندراني الله يرحمه. كي غني تزودنا في حماك كي حبط قال لي روح يا وليدي هذه شفالها صغير. قال لي واش كنت تقول؟ قلت له كنت تقول زودنا في حماك. هذا اسكندراني مصطفى الله يرحمه. قال لي لا وليدي، قال لي زوجنا في حماك يا اصلين. قلت زوجنا في حماك ولا زوجنا في حماك؟ قلت له علاش يا شيخ؟ قال لي باسكو لقى ما كاش في اللغه العربيه. انا درتها في راسي دوك كل واحد واش يعني يعني يقول لك هذه يعني صح صح. ولكن معليش هاي نروحوا للقصيد. نروحوا للقصيد دوك انا نقول زوجنا ولا زودنا؟ زودنا من الزاد هو من الزاد نعم ما زيد يلا يقول زودنا في حماك يا جود النور يا جود النور الهدى عطاها يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله يا رسول الله. الشيخ عبد الهادي هنا في هذا القصيد القصيد محبوب كثير كثير هنايا يتكلم ويعبر على الشوق تاعو للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المقام تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مشتاق بزاف. احنا في المغرب يعني في المغرب العربي رانا بعاد بزاف على الحجاز، وكان يعني في المغرب الاقصى يعني كان شعراء كبار اولياء الله صالحين وكذا يتكلموا بزاف على هذا المشكل هذا. يعني الحج يجيهم واعر كثير وهم يحبوا بزاف النبي صلى الله عليه وسلم. تب في القصائد تاعهم يعبروا على شوقين هذيك يعطيك الصحه. اذا هذا القصيد راح يتكلم على هذا النقطه بالذات. ويقول يا عين الرحمه منزلك مولانا علاها فوق السماوات قبضه يا سيف الاله. ايوه هدف يعني في الوسط هنا. وكما قلت راوي بين انه هنا يتكلم على الخصائل تاع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه احنا ما نقدروش نقراو القصيد كاع سادوموند واحد الساعه ولا نجيبوا بعض الابيات برك. هنا راح يتكلم على الخصائل تاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اني حب نشوفك يا رسول الله. انت هم خصائلك هم الشمائل نتاعك، ويا ريت نجيك يا ريت نزورك. يعني الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك للخلق تاع النبي. وفي بيت سلام يقول يا رسول الله شوف نفسي غرقت في خطاها يا رسول الله غرني ابليس شواه يا رسول الله ناظم الحلة ليك هداها قال عبد الهادي يا رسول الله قال عبد الهادي في الغاء. هنا هذا كما قلت انت بيت سلام، ولكن هذا يجي سرابة يعني المؤدي للقصيد دائما هذا ما يديرش في وسطها موسيقى، دائما يسربها لانه كي يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نظم الحلالي كذا يا رسول الله يا رسول الله، يعني هنا يختمها دائما بالمدح والتهليل والشكر حتى يوصل بيت سلام يا رسول الله قال عبد الهادي في الغاه، لانه يلغي لانه يلقي هذا القصيد بواحد الحب وواحد الشوق كبير على هذه اللي يحب يكملوا بالسرابه. واش معناتها السرابه؟ بالك المشاهدين ما يعرفوش معناتها السرابه. السرابه اكيد تكون بيات متقاربه متشابهه قول الابيات بدون موسيقى وتكون دائما على قيس الخماسه على قيس الروفر على قيس الخماسه يكملوا بها القصيد. ومعظم كبار شعراء يكملوا قصائد تاعهم هكذا بالسرابه، وكان اللي يبداوه بالزرب كذلك يعني موضوع اخر كاش نهار نتكلموا عليه نعم. ها
هذا هو زوجنا في حمال جودي نور الهدى طه. القصيد هذايا نخلو خونا سيد علي سعد يجيبونا ونعود ونرجعوا. وانا ما بين التلج والضا قلبي يا مقوى وضراري حتى الطبيب في الدنيا ما دواها الا تاج المرسلين من فاق بحزم بها يا طير في السماء تخيل بالسلكة ومن يقراها عيروا لي جنحانكم من وصل حبيبي ونراها زوجنا في حماك جود يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله زوجنا في حماك جود يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا حبيب في حماك يا المختار يا شفيع الورار أسيدي يا شفيع الورار يا بحر الأذاب والسرار المعجزات ظاهرة معجزات ظاهرة في جمالك يا تاج البرار العقول حايرة أسيدي العقول حايرة يا عين الرحمن نزلك مولانا علاها مولانا علاها فوق السماوات قابضة يا سيف الإله نظرة في حياتي بغيتها من جالي نشفاها من جالي نشفاها ونفوس بطيب المرض قلبي يسطع في السماء ما بين الصفا مع المروة روحي مبقاها روحي مبقاها نتوسل بسمع الدعاء مقصودي نلقى نتوسل بسمع الدعاء مقصودي نلقى يا الطيار في السماء خيل بالسلكة ومن يقراها عيروا لي جنحانكم من وصل حبيبي ونراه عيروا لي جنحانكم من وصل طه ونراه عيروا لي جنحانكم من وصل طه ونراه زوجنا في حماك جود يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله في حماك جود يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا حبيب الله عليك نصلي
عليك نصلي المعصوم بصلاة دايمة السيدي وصلاة دايمة. يضحى شملي يضحى شملي بيك من الموم نهنا من الدمع السيدي نهنا من الدمع. نسير لعندك فوق سلبة جاري بنزاها المكة ذات الجمال نعز نعز وجاه في ربك محرم كيف أمر نبينا طه اللبي والطوف كيف طافوا عباد الله. نقبل حجر سعد المراقب نستوفاها نزيد نشوقي بير زمزم نشرب الماء نزيد نشوقي بير زمزم نشرب الماء. زولنا بحماك جود يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله يا بحر التعظيم والفضل يا حبيب الله. جاور عذرا من ورا يا سيدي عذرا من ورا في المدينة طاه الحجر الحبيب من سرا يا سيدي الحبيب من سرا في المدينة باغي نتجاور عذرا من ورا سيدي عذرا من ورا. يا رسول الله شوف نفسي غرقة في خطاها يا رسول الله غرني إبليس الشواه يا رسول الله نظم الحلة لي كهداها طلع عبد الهادي في الغاب يا رسول الله يشفي الأمة في خطاها سكني هنا بعد شهر جود يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. زوجنا في حماك جود يا نور الهدى طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. سلي همومك في دل عاشية ما تدري بيا فيك الهنية الدنيا ما هي ما ميزان قوم اغتنم ساعة الهنية الدنيا ما هي بلا ميزان. يا ساقي قوم في رياض الزوجية thank you.
يلعب. انظر للبستان في اجمل صوره وذهبت ورق على الحوديره بعد السوير. الشمس مالت الى المغيب على بعد السوير. الشمس مالت الى المغيب على حوديره بعد السوير. الشمس مالت إلى المغيب. يعطيك الصحة خويا سيد علي، تبارك الله فيك. زاو لنا في حماك والحاج بجمع قيس ولا بزاف بزاف. أنا مزيد كان يحبها بزاف بزاف، عجب ربي وكلف كاع العرس خدمها. كان يحبها، كان يحبها بزاف. صح صح، نعم. وخدمها على طريقته، يعني خدمها مليح هو. يعطيك الصحه بيان سور. الحاج بجمع قيس هو ختمها خاصه بالوفاه، وفاه الرسول. يعني نهار سجلها في التلفزيون الجزائري، يعني خلاص يا اون ايبوك تاع لا شونسونات ستينات في السبعينات. من بعد بجمع قيس عرفنا بجمع قيس واحد اخر تاع القصائد ونتاع الجد، سورتو الجد. صح. كان محبوب، كان يحب بزاف بعض القصائد، يعني مثل الفرجية. فرجية كان يحبها. حشايخي من يحسن ضمه فيك يا كريم الكرام غيتنا فرج، وعدة وعدة قصائد أخرى اللي منهم الشيخ قدور العلامي الخضر مخلوف وغيرهم. باش ختمناها المخيرس، ختمنا سلي همومك. سلي همومك سيد العاشي. أيوة، ما أنت تمرنا على حضيرة. على حضيرة. عطيك الصحة، عطيك الصحة. الله يسلمك. بالك دوكا نتحدثوا على المشاريع تاعكم. المشاريع أنا يعني مادام رانا في الميدان أنا نقيم حفلات ومع الأعراس. المشاريع بالك في باب التسجيل في هذه الساعة ما كاش، وإنما رانا موجودين، يعني موجودين. بالك بالك تظهر كاش كما قال لك هو مقبلة جاتو إن بون إتوال توال، بالك نسيبو كاش عشاء وشكون يعرف. هذه احنا رانا موجودين كما نقولوا احنا كما لازم الحال، وني فيها الخير ربي يجيبو. هذه يعطيك الصحة. ونش عارف أنا رومركي تعفسها شغل جبلي ربي، سورتو في الأغنية الشعبية. يعني شوخة تاع شعبي هو الغاية تاعو، الهدف تاعو نهار يولع يولي كذا ليك يقول لك انا نخدم للبوبليك، نخدم الشعب العراس وكذا. مي لازم يخلي حاجه ثاني، يخلي بالك بكري. شوف بالك هي الاخت هي هذه تاع يخلي حاجه، امور سهله شويه. لازم لها ظروف، لازم واحد الامور يتوفروا باش الانسان يقدر يخلي حاجه. فهمت هي صح. كاين واحد العراقيل ما كان ندخلوا في التفاصيل، كان عراقيل راهم اكزيستيو درك انا وياسين ادرب. يعطيك الصحه. من بين العراقيل يعني زمان واحد يكون عنده الموهبة، وواحد بروديكتور يشوفه يعجبه. بارك الله. مثلا يديه دخلوا استوديو، يشوف له كاتب ملحن يكتب له على حسب الستيل تاعو، يدير له أنا ألبوم شباب، يدخلوا استوديو يخسر عليه. صح. إلى انفستي هنا ويخرجوا، يخرجوا أترافير أنا ألبوم إلى نجح والآخر ما ينكرش الجميل راه حاجه مليحه. الا ما نجحش معليش، مي يعني كانت عنده الفرصه المغني. أيوة. مي الفنان يزيد هكذاك بيان سور، يحب يزيد يبدا، يحب يزيد. بصح اذا ما كان والو كما قال خويا ياسين. اسمح لي خويا ياسين باش نحيي كلامك. شوف المشايخ هذو اللي هضرنا عليهم اللي ربي يرحمهم واللي مازالهم يعني في قيد الحياه، ربي يطول في عمرهم. الامر تاع محبوباتي شفت كيفاش كان. صح. عمر الزاهي الله يرحمه، وجمع العنقيس الله يرحمه، الشيخ الحاج هاشمي قروان، كان يخيط لهم كل واحد خيط لهم مستمع لحسابه بكلمات وتلحين. يعني اولع يا راجل. هاي هاي دوك احنا في الوقت هذا يعني الوقت تبدل. يا ماشي ما كاش كاين الناس، وانما الظروف الحاليه ولات خلات الناس تول تشوفي قصيده ولا تقطوقع تاع خمس دقائق اربع دقائق. صح. الوقت وحنا في الشعبي لازم شويه وقت باش تسمع الاستخبار، لازم تقعد، لازم تريح، وتوالم الناس ما عندهاش الوقت. وهذه هي، وربي يجيب الخير. اخونا سيد علي. سيد علي والله يا خويا كشوش راك حاب دير ان شاء الله عيسان يتمنى خير. يعني على كل حال انا بو لانستون ما عندي حتى يعني من غير الحفلات والعرس اللي راهم باينين. العرس وان شاء الله راني توجور يعني حاضر على كل حال في الساحه الفنيه، راني توجور ما
كي نخرج منها بالك وعندي حفله ولا عندي عرس مانيش عارف انا وشنو يعني قلت لك يعني لي زالبوم وكذا بوناستون مازال ما خممت باش ندير واحد وان شاء الله بالك بالك ان شاء الله تجي ان شاء الله كيما جات ساره تجي ايوا واش رمضان هو ثاني يعني فرصه لكم باش يعني هو هو باين على كل حال سهرات ومع العائلات وما يشبه ذلك والحمد لله ربي ان شاء الله يوفق الجميع وهذا ما هو يعطيك الصحه يعطيك الصحه فيصل احنا قبل ما تروحوا لازم تزيدوا تجيبوا لنا حاجه كيف كيف عطيني الشيخ يجيب لنا حاجه تختمها لا هو مصباح وهو سارة ولي صاحب المدير فضل يرجع لك لازم انت يا جاي هيا سيدي هيا نجيبو واش نجيبو هيا خويا ياسين واش حبيتو تسمعوا هيا نجيبو واش كيما تحب بوكو با وي تكلمنا على الحمام مقبل ايوا ما بقى لي نسمع صوته في رصاني صار هاب عني ما دار لي مزية بعد ما كان صديقي يخوم على خيامي ومياتكية كل شيء مجرب تحقيق في كلامي الحمام اللي وربيته مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في رسامي صار هارب عني ما دار لي مزية بعد ما كان سيلي يقوم على خيامه الله عليك صحة أخويا سيدي علي صباح الخير علاش زدت شد المنظر؟ أيوا عيش أنت عيش أنت عيش أنت عيش أنت عيش أنت عيش أنت وخليني أنا نموت بحر عليا نايا نتقلع كي الحوت تشوفي فيا عيشي عيشي عيش أنت وخليني أنا نموت بحر عليا ليش ليام عيشي يا لالا مزهلي الغرام عيشي عيشي يا لالا ما طوليش ليام عيشي عيشي يا لالا مزهلي الغرام عيشي عيشي يا لالا نمشي نرقد وننام خليك تعيش انتيا نمشي نرقد وننام خليك تعيش انتيا ما طوليش ليام عيشي يا لالا مزهلي الغرام عيشي عيشي يا لالا ما طوليش ليام عيشي عيشي يا لالا مزهلي الغرام عيشي عيشي يا لالا نمشي نرقد وننام خليك تعيش انتيا نمشي نرقد وننام خليك تعيش انتيا انتيا حبت لك ليام وانا صدت عليا عيش انتي وخليني انا نموت عيش انتي وخليني انا نموت نبحر عليا عيش انتي عيش انتي عيش انتي عيش انتي عيش انتي وخليني انا نموت نبحر عليا
نايا نتقلى كي الحوت تي تشوفي فيا عيشي 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 انتي وخليني انا نموت نبحر عليا. شكرا شكرا ما تموتش طوال العمر ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه سيدي. بارك الله فيك. يعطيكم الصحه. سيتي ثاني لين دي شونسونات اللي كان نال تراوج كبير كبير في الستينيات مع الحاج بوجمعنا عنقيس رحمه الله. ولكن لابيغ لابيغ بوجمعنا عنقيس محبوباتي جو بونس هو كتب بوجمعنا عنقيس اكثر من الاخرين. انا عم نكتب له اكثر من الاخرين اكثر من الاخرين. وكما كان يقول خونا فيصل بوجمعنا عنقيس محبوباتي كان كيتعامل مع فنان يعطي له على مقاسو. مثلا الحكايه نتاع نستهل الكيه وانا اللي بغيت عطاها العمر العشاب. وثاني الحاج الهاشمي قروبي عجباته غناها بصح تاع عمر العشاب لينا وحدها هي اللي نجحت. يعني باش انا تشوبليت كي يعطيك لانه اللي يكتب يشوف 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 واش على حسب لو بوتونسييل تاع واش المؤدي ما يشوفش. صح احنا قاعده كانت شيقه مالوغوزمون حقنا.